لضغط المجتمع الصحيح في بيان عورة المرأة بالنسبة للباس. وبدأت طبعا هذا المنظر فعلا المنظر بالنسبة لغرتهم هم المنظر والآن انتقل حتى وإن كانت في نافذة الباب لأنه لابسات الجلاليب مع الأسف ما نقول كلهن لكن على الأقل جلهن غير مثقفات بالثقافة الإسلامية، ومن كان منهن مثقفة بالثقافة الإسلامية فهي كالشباب المثقف بالثقافة الإسلامية لم يتربى التربية الإسلامية، لا هو ولا هي، لا هم ولا هن. الثقافة الإسلامية حينما تباشر شواف القلب وتحل في سويدائه كما يقال حين ذاك، فكل ما تراه في شرع الله فهو جميل، وبقدر ما ينحرف المثقف ذكرا كان أو أنثى عن هذه الحقيقة بقدر ما يستقبح كثيرا من أحكام الشريعة. وأقل ما يقال أن تسري العدوى إلى ألسنتنا إن لم تصل إلى قلوبنا، فنقول أن هذا الشيء قبيح ونحن نعلم أنه خلق الله وأنه ليس ليد الإنسان المخلوق فيه إرادة وكسب، فكيف نستقبحه؟ على هذا الرجل الأبيض، وهذا أمر واقع عند الكفار، يستقبح الرجل الأسود منظره وقامته وأنفه وشفتيه ونحو ذلك. وعلى العكس من ذلك يمكن أقول يمكن الرجل الأسود يستقبح الرجل الأبيض، ويمكن يعبر عنه بأن الرجل أبرص وليس بأبرص لكن شديد البياض. فسواء ضحك أو سخر الرجل الأبيض من الرجل الأسود أو الرجل الأسود من الرجل الأسود، الحقيقة أن السخرية تنتقل من أحدهما إلى خالقه أو خالق من يستقبح صورته. وإلى هذا الإشارة في قول عليه السلام لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. لماذا لا نسب الدهر؟ لأن الله هو المتصرف في الدهر، فأنت إذا سببت الدهر ما هو هذا الدهر؟ هل هو فعال بما يريد أم هو مراد غير مريد؟ نعم، عند المؤمن هو مراد وهو غير مريد. مراد لمن؟ للخالق المريد الفعال لما يريد. فحينما تسب الدهر فتعود هذه السبة إلى خالق الدهر. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، أي خالق الدهر. هذا تماما كما جاء في الحديث الصحيح إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه. نعم، مش مهم لأنه فيما بعد قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يسب الرجل والد الرجل فيسب والده. لا صح، يعني من أكبر الكبائر أن يتسبب الرجل المسلم في أن يسب أبوه، من أكبر الكبائر أن يتسبب المسلم في أن يسب أبوه. ترى
أليس من أكبر الكبائر أن يتسبب المسلم في سب الله؟ نعم. ذلك أولى. فإذا لا يجوز لنا أن نستقبح شيئا من خلق الله عز وجل، لأنه خلقه بإرادة وباختيار، كما قال تبارك وتعالى في القرآن: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كانت زوجتك، ولا أقول إذا إني لمن الظالمين، إذا ابتليت بزوجتك وهي مشعرانية، فهذا خلقك وإرادتك عن إرادة ربك وفعله. إذا لا تستقبحه، لا تستقبح امرأة إن رأيتها ذات لحية، كما لا تستقبح رجلا كوسجا لا لحية له، لأن هذه خلق الله وهذا خلق الله. لكن إن كنت مستقبحا شيئا من ترى وجهه لا لحية عليه له، فاستقبحه إذا كان ذلك من فعله وكسبه. يعني إذا كان هو يحلق لحيته فاستقبحه، لأن هذا من فعله هو ومن صنعه، خلافا لفعل الله وصنعه حيث خلقه لا لحية. أما لو كان أجرد كوسجا لا لحية له فلا تعيره، لأن هذا خلق الله. كذلك المرأة إذا رأيتها لا لحية لا تعيرها، هذا خلق الله. بل أنا أقول إن من تمام حكمة الله عز وجل أن يري عباده امرأة لها لحية ورجلا لا لحية له، وذلك لإقامة الحجة على الدهري الملحد من جهة، ولتذكير المسلم المؤمن من جهة أخرى أن الله عز وجل يخلق ويختار، وليس مجهورا كما يعبر عنه القائلون بالطبيعة. هيك الطبيعة، الله يريهم أن ليس هناك طبيعة، وإنما هناك خالق فعال ما يريد، فخلق الرجال كنظام عام بلحية والنساء بدون لحية. ثم يقول للغافلين: انتبهوا، لا تظنوا أن هذا كان طفرة، هذا كان بإرادة الله، بدليل انظروا هاي امرأة بلحية وهي الرجل بدون لحية، والذي خلق هذا بلحية خلق هذا بدون لحية، والذي خلق تلك بدون لحية خلق هذه بلحية. إذن لا يجوز تغيير خلق الله إلا فيما جاء به الأذن من الله. نفس الموضوع، يعني يا شيخ المرأة إذا أطلع لها اللحية ما تحنقها؟ لا. طيب ما يكون في هذا أي تشبه بالرجال؟